تصحيح واقعه السيد عبد الحميد كمال في دقيقه واحده. شكرا يا ريس. في اقل من دقيقه. في الحقيقه انا بشكر الدكتور ايمن ولجنه الصحه، لكن في تصحيح مهم جدا يا ريس. انا بخشى يا ريس من كثره التشريعات قد تؤدي الى عدم تفعيلها، لان هناك قانون حمايه ومشروع قانون جيد عملاه احدى اللجان المهمه جدا في المجلس، وهو قانون حمايه المستهلك. وهذا القانون بيتعرض جزء منه لحماية المستهلك فيما يخص السلع والخدمات، وخصوصا كمان السلع المنتجات الصحية. وقد أشار رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب في تصريحاته أنه معني بهذا، لأنه عامل لجنة للرصد لمثل هذه الإعلانات الخطيرة زي ما قال الدكتور عمالي، من حيث المحتوى ومن حيث تأثيرها على السلوك. وبالتالي يا ريس أنا بسأل سيادتك، إيه المشكلة وأنت أستاذنا في أن فضل مشروع قانون حماية المستهلك يا ريس مع هذا المشروع الجيد، بحيث في الآخر خالص ألا يكون هناك تضارب في التشريعات ويكون هناك تشريع موحد يحترم الدستور ويحترم المستهلك؟ أنا بقترح هذا يا ريس، وشكرا.